نوصل سوا إلى آخر محطة اليوم بعالم الصباح، واللي هي أكيد رح بتكون هلأ مع شيف وسام ضمن ورشة ملح. هذا عن جديد، أهلا وسهلا فيك بالمرة. أهلا فيك. بس أنا بكل هالخبرية، بيوري بطاطا وأناناس، قصة هيدي. هيدي الصوص خلصنا منها، طفينا عليها. عند السلاد اللي حكينا عنها مع الفرن، ما بلشنا ما عملنا منها شيء ابدا. يلا كليا على السريع، التشيز كيك بالفرن حنخلي عيننا على طول عليها. عين خلص، اذا انت وكلنا بالتشيز كيك. لا لا شايفها انا بطاطا. انت وكلنا فيهم، شو بدك؟ حاول انا هيك صوص للسلاد. عزا اذا انت بتحبي شيء معين بتقولي لي حط شيف منه. صوص للسلاد ما حسب شو في بقلبه. يعني هيدي السلاد حستعمل الجاز مثل ما شايفتي. اوكي، فرماج الشيف، حستعمل الفواكه المجففه. هنرجع هيدي الخشبة هون. اوكي، عندي دجاج اذا بدك نفرم منه شوي. فينا يعني انا ما كثير بحب الصوص تكون سويت، فيها طعمات لحتى ما تروح طعمة الاساس السلاد. نفروي. يعني ماكسيموم اذا بنحط فيها شوية موتارد وهيك. عسل. ايه بتحب العسل؟ ايه نقطة صغيرة. أوكي. وشوية موتارد وخلص. قال انا ما بحب مشكل، صار فيها 100 شغلة. صار فيها 12 شغلة. لا بس نتفة صغيرة يعني ما يكون كثير طعمتها قوية. عطول الباز تبع الصوص هيك بيكون، انت بتقرري شو بدك تحطي بقلبان، كان حامض ولا هيدا. الباز اللي بيكمش الصوص هو الموتارد. اوكي. حطينا موتارد نحن بالجد. اوكي. حنضيف هلا اذا بدنا نعملها بمايونيز بنعملها بمايونيز، بدنا نفوت بزيت الزيتون. اوكي بنفوت بالزيت، من بعد ما نحط على طول الموتارد اكيد بنحط ملح والبهار اللي بدنا اياه هون. حطينا زيت الزيتون. اوكي ماشي. حطينا اكيد هلا بناخذ، اذا كنا عم نعملها على حامض بنحط شويه حامض عصير، نتفه صغيره. نعم. اوكي الملح والبهار اللي بدنا نستعملهم. بهار عادي، بهار ابيض ناعم. ملح شوي. انت على بالك تحط؟ انا شو بدي احط؟ يونت عسل. عسل. ايه بنحط شويه عسل لانه هيدي فيها فواكه، وحط شويه زبيب. ايه وباقي عندي شويه تين مجفف حطهم بقلبها. اوكي اوكي وهلا بنزين اذا بدك بهوديك الشغله. عصير بس هي هيدي الصوص. اوكي اول شيء، اول شيء ضيعنا الخفاقه، ضيعنا الخفاقه بنجيب غيرها. يلا بنخفق الخردل والزيت والحامض بياخذوا بعضهم، زدنا عليهم الزيت، زيت حامض خردل. هيدي اجمالا كل الصبايا الحلوين عندنا بالمطعم او حيلا محل بيطلبوها بالزيت مش بالمايونيز، وما بيعرفوا كيف من شو مكونة. اه لا بس طلعين لهم اياها مع موتارد، بيقول لك ما نحن طلبناها حامض وزيت. يا جماعه ما هي الحامض وزيت، هي حامض وزيت شويه موتارد لتكمش كلها على بعضها. اوكي مثل ما شفنا صارت كامشه، واذا كانت الصوص اجت لعندكم هيك كامشه بالمحلات ما تفكروا فيها مايونيز، لانه مثل ما شايفين مايونيز بتصير ابيض اكثر، بتاخذ شويه لون حتى على الموتارد وبتفتح على الحامض. اوكي هي الصوص جاهزه. اوكي حطيناها على جنب. على جنب مثل ما شايفه انا عامل النجاسة بثلاث طبقات. اوكي اوكي شو رح نحط؟ هنحط اذا بدك زبيب هون. شوية زبيب. اوكي الفرماج الشاف اللي جبناها قطعناها من شوي مثل ما هي، ما رح تخفقها بشيء. لا لا ما حاخفقها بشيء ابدا، خلي البرزنتيشن تطلع جديدة علينا شوي. اوكي شو بدك نحط بقى؟ بدك نستعمل اناناس؟ اكيد استعملنا اناناس. اوكي شو بعد فينا نحط؟ بدنا كريم بوري ليش لا؟ ايه ايه هلا بحط لنا شوي. ايه حط نجاس غير لون بقلبها غير طعمه. الاسيديتي تبعوله بكون اخف. اوكي يلي بالفرن قد ايه بعد بدون وقت؟ بعد شي ثلاث دقائق. ثلاث دقائق حطينا نجاز. اوكي هلا اخر شي بنجمعها كلها هون. عظيم. وجيب هودي الشيء، اخذنا نحن الباز اول شقفه من النجاسة، ثاني شقفه هلا حطهم، بالثالثه بنحط سيخ مثل ما شايفين. بدك تحطهم فوق بعضهم؟ اي يعني هيدي اول مره عم نعمر، اول مره بعملها عندك على الهواء. عمر تقول لك شفتي كيف؟ هيدي وحده لا بس شكلها تمام. اوكي بس عظيم كثير مهضومه. كنت عامل انا اوكي بما انها كلها
منجان صينيه حنستعمل. هلا بخليك ترشي قد ما بدك. انا تركني على الرش قد ما بدك برش رش. كنت عم اقول لك عن هول اللي حطيتهم قبل شوي. شو حطينا هون؟ بس هيك خضره؟ خضره مقليه، بصل، فليفله حمراء، فليفله خضراء، بما انه في الوان بقلب ال اوكي. حنزلهم بقلب الصحن. حطيت لهم شيء كوسه؟ لا انا ما حطيت، ما زبت شيء. هلا بس بيتعمطن هن. نعم هلا بنزل لهم اذا شيء خلص، لانه في شويه خل بلساميك عليهم بيطلعوا طيبين مع السلطه. اوكي مثل ما شايف هيدي السلطه جاهزه. عجبتك البرزنتيشن؟ كثير مهضومه كثير. اوكي هلا بعطيك هذا الصحن. شو بدك بعد رشرش؟ رشرش قد ما بدك. خلص خلص رشرش، لانه بعتقد صار بزياده هالقد. عندنا هودي شافر، شافر صغار جبنه. اوكي على اعشاب كل وحده شكل، شي على حر شي على ما بعرف شو، شكلين شي سمسم شي حر. نجرب البرزنتيشن انا طلع حلوه، لانه عندنا جوا ديجا كمان جبنه مثلها. هيدا صار حق الاجبان. هلا خلص يكفي، حلوين عجبوك عظيمين. اوكي هذا صحن السلاد صار جاهز، الصوص عرفنا كيف بنعملها، النجاس عرفنا كيف نقطعها ونجمعها كلها سوا. خلصناها، خلصنا من الشغل. بدنا نبلش نشيل اللي ما بقى بدنا اياهم، لانه بدنا نشوف شو عنا بالفرن وشو عنا. هيدي شوية صوص وعليها هديك فوق، هديك ما حط صوص، حط شوية عسل عليها تطلع اجمل. اوكي اوكي شوي، هي شوي، شوي كثير، هي شوي. بس بشرفك شوف المنظر كيف بينزل من هون. كثير حلوين. هيدي السلطة تبعتنا حاضرة جزيل. نحن كان عندنا طبق له علاقة ب بيوريه ولحمة و ايه، حجيب البيوريه من البراد ونبلش نسكب. يلا ثواني بكون معك. يلا رح نخفف شوي هون. اوكي تذكرنا هون شو حطيت بالضبط. غدا هيدي البيوريه بطاطا، سوري البيوريه بطاطا، حطيت بقلبها شوية كزبرة. استعملت الرازبيري اللي منكه بالرمان، استعملنا شوية كاري، استعملنا شوية حليب جوز الهند. هون حبلش سكوب، شفتيه عملناها ميكس بس كانت سخنة شوي، رجعنا فوتناها على البراد. هلا حبلش اسكبها حوض الخشبات. اوكي كان حسيح حول من عندنا. شو بده يجي حدا بعدين؟ روح حدا. هلا حبيبي بدنا بملح، بملح بهي. اوكي يمشي الحال، حنسكب بالنص. اوكي على طول اللي عم يشتغل بالمطبخ يقوي قلبه ما يخاف يعني. لا اكيد. اوكي بس هي اهم شيء الفكره انه الاناناس مع الفواكه. ايه أيوة بطاطا مع الفواكه. قلتي لي ذكرني شو حطينا، نسينا الاناناس يمكن. اوكي عظيم. هلا الخشبات صاروا جاهزين، هيدا البطاطا حنخليها على شنط. هون شو عملنا بقى؟ هود الضلع مثل ما قلنا حطيت لهم شيء او ضلع حطينا لهم زيت زيتون. خليها عندك زيت زيتون، ملح بخار ابيض، كاري لانها كلها حتطلع على الكاري. بس تجيب ورقة كنايس، كاري، ملح بخار، زيت زيتون، فوتناهم على فرن حراره 200. هلا سقعوا مثل ما شايفي هذا برزنتيشن اللي بتطلع طبعا حلوه مهضومه. لازم يكونوا سخنين شوي اكثر من هيك. اكيد سخنين. نحن لانه على الهواء. اوكي جريت. هاي وحده. اوكي ثاني خشبه حنحط لها ثلاثه. نفس الشيء العظمه على طول لفوق. اوكي اوكي هودي جاهزين، حنزين هلا بالفواكه. بدنا نزين كثير، بدي شيء احمر حدا. تصرف قال ايه احمر، احمر اصفر. عندك رازبيري بقى؟ يلا فيك ترش بندوريا ما بعرف. لا لا انا عامل لك شو
هون عملنا شويه مشمش. اه زي هيك اشياء لهون، هدول حدا كلهم. اه اوكي، شويه مشمش، نجاس. نجاس شو عملناهم؟ قلناهم بالسكر وبالزبده. اوكي، كله ريجيم اليوم، سبيسيال ريجيم. جبنه، سكر، زبده، بيوريه. بس اليوم الاحد معلش. ايه اليوم الاحد مسموح. هينه هانت، مسموح مسموح. اوكي، بعد ما حطينا الاناناس جيب شويه رومارين انا. تعودي فينا نحطهم هن الخضر. قول له انا برش شوي ما بدك. ايه لا رش قد ما بدك. اناناس مثل ما شايفين. بدك تقول لي هاي برزنتاسيون تكون لشخص؟ لا لا اكيد شاري ثلاث اربع اشخاص مع بعضهم مينيموم. اناناس هدول كمان قليتهم مثل قليناهم اول شيء بالزبده والسكر، حطيناهم عصره حامض. شوية تفاح. حلو الفواكه بقلب الاكل. انا بحب كثير معه الكاري، كيري بيعطي طعم طيب. اوكي بدنا نبرمها هيك لحتى تبين، وحدة هيك ووحدة هيك. يلا خلينا ناخذ هو كله. ما عم بتزعبر، هيدي افكاري. عم بيخدم، عم بيسرق لي كل افكاري اليوم. هذا حنزين بالرومارين شوي. يلا الصوص حسخنها دقيقة وارجع اشكب منه على الوجه. وخليني احط الصوص بعدها سخنة. بعدها سخنة، بعدها سخنة اكيد، بعدها سخنة. بدك تسكب عليها او بتتقدم الصوص حدها؟ تشيز كيك تقريبا دقيقة بعد. ايه بتنحط حدها او بتنسكب عليها؟ بحط شوي عليها كثير من اللي بيطلع شوية واللي بده فابور عنها. اوكي، وعلى جنب بنعطي شوي. يلا يلا شيل وحده من هون، من تحت هون فينا ناخذ بهول. هي عظيم. هي الصوص مثل ما قلنا. بدك تركي هذا شو حطينا فيها؟ بصل، ثوم، زنجبيل، اناناس. اول شيء حشل لك هيدا احطها هون هيك. بعد معنا دقيقة. يلا دقيقة بدنا نحط هيدي الصوص. شو هيدا؟ اجرام. هيدا الزنجبيل المقطع. اوكي، هيدا الزنجبيل لهون. هيدا طلعت اناناس كمان. عظيم، الباقي بنحطهم هون اذا حدا بده يزيد. هولي هذا رومارا بنشيله بعدين اذا بدنا نحن. اوكي، كرمال الريحة على السفر. ايه ريحتها بتعقد الرومارا. حشلك حبة تشيز كيك. اذا خلصوا فينا نشيلهم اصلا لانه بعد معنا نص دقيقة. يلا خلصوا، بعتقد خلصوا. بدك تنطرهم كنه يريح. يلا خلص ليحمروا او خلص؟ ما بتحمر هيدي غادة ابدا، ما رح تحمر، هي مثل ما هي. هي اول وحدة. يلا معنا دقيقتين حنشتغل شوي. رح خفف هون انا شوي. ايه ممنون. ورح نحط الصوص هون شوي للي بده. ما تسألوني شو، بس انه اذا حرقت ايدي. مش انه حرقت ايدي، اذا حرقت ايدي بس تخبركم. هذا تشيز كيك. تشيز كيك المطبوخة عملنا اثنين منهم سادة، واحدة مع الفواكه مثل ما شايفين بينت الفواكه بقلبها. طيب فينا نعيد شو حطينا شوي على السريع بقلبها؟ نطفي الفرن. تشيز كيك حطينا استعملنا الكريمي تشيز اللي هي اعطيني عندك انتبه. اوكي، استعملنا الكريمي تشيز، استعملنا السكر خفقناه مع الكريمي تشيز. حطينا بيضتين، زدنا عصير الحامض، صار فينا نفوتها على الفرن فوق البشكوي اللي نحن طحناه مع نص كمية الزبدة. يعني إذا عندنا 100 جرام بشكوي 50 جرام زبدة. زبدة هلا هيدي التشيز كيك. زبدة اليوم ما فينا نقول، ما شفنا زبدة حقيقية. هون 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 كله زبدة بقلب بعده. التشيز كيك فينا ناكلها جبنة سخنة أو باردة بالمحلات منهم بيقدموها هيك من هيك. هلا الصوص عم تفقع بعدها السخن. لأن بعدها كثير سخنة.
اوكي هوتنا تشيز كيك بالحامض وستروبري. هيدي الفواكه بقلبها ديجا ميكس. اوكي ما حزعل حدا. هيدا شوية العسل. ليش في حدا عم يطلب منك عسل؟ عسل؟ طلبات طلبات. هودي العسلات اخر وحدة بالفواكه اللي بقلبها بنحركها شوي. بشهوا بشهوا ما فيني اقول لك قد ايه كثير. بدي اقول لك ميرسي غادة على اليوم. ميرسي لك شيف. بدي اقول ميرسي للمشاهدين اللي عم يحضرونا. بنلتقى فيك ان الله راد قريبا. قريبا اذا الله راد. ما الله راد. ميرسي لميشا لكارول لاخواتي لاولاد اخواتي لامي. كله عم يحضر اليوم. كله عم يحضر. العائلة كلها. فاذا يعطيك الف عافية. ميرسي لك مشاهدينا. نحن لهون بيخلص مشوارنا بعالم الصباح. بكرة ابتداء من الساعة 10 اكيد نرجع نلتقى بنهار جديد وعالم صباح جديد. ثانك يو. باي. Relativamente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas ali, hein? Fica colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. DJ Dudu Pedera. Vai treme o bumbum, tam tam tam, tam 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 tam.